الرياضية؟ غريب. هنناقش كل اللي يخص الرياضة بمنتهى الموضوعية. لحظات فرح ولحظات سعادة ولحظات أخطاء. يا رب ما تتضايقش مننا. المنتخب ده واعد. يجيب أسامي يسأل. أخار جدل في الأيام الأخيرة. عملت لنا مظاهرة في التليفونات. أنا مش ملاك. لازم عندك موارد تكافئ هذا. إلى كل محبي وعشاق نايل سبورت. شكرا وإلى اللقاء غدا أسرة جديدة وبيت الرياضة. بيت الرياضة في هذه الأوقات على نايل سبورت. وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش هقدر. ملامحك كلها مني دوب الاسم متغير. مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك. بطيب خاطري من همي بكلمة طالعة من قلبك. ده مش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية دايما مع بعض. ما حدش هيتكلم هنا خالص غير تعالوا شوفوا المصيبه اللي لقيتها على الباب عندي. عقد رسمي بمأذون وشهود شرع ربنا. كوكي حبيبي جوزي يعرف عني كل حاجه من يوم ما زلطتني امي لحد دلوقتي. حبيبتي لو سمحتي ما توجهيليش كلام جرايا حكيم. قدينا خلصنا من القضية الأولانية نخش في التانية. أخذك أشترم يا واطي يا بني موتشك. عواطف ما جاتش يا أختي اللي تقولك يا حاتم يا عواطف. ولا ما بهددش يا روحي. أنت لما سافت السكة حكون عند تف التف قبل ما تنشف تلاقيني قصاد. الله يقرفك. على نايل لايف في الأوقات التالية. لقاء مصر وغانا أو غانا ومصر، لأن المباراة الأولى هتكون في غانا إن شاء الله، إلى لقاء تونس والكاميرون. اللقاء اتحدد خلاص هيبقى يوم 13 أكتوبر الساعة 7 مساء إن شاء الله بتوقيت القاهرة يوم الأحد 13 أكتوبر بالتوفيق لمنتخب تونس. ومستر روت كرول المدير الفني الهولندي تولى رسميا المسؤولية وعمل أول حوار ليه. هو قليل الكلام جدا، تفتكروا لما كان ماسك مدرب منتخب مصر ومسك الزمالك كان حديثه قليلة جدا. يمكن احنا افتكر كنا استضفناه مرة كده او اتنين في قناة نايل سبورت، لكن هو كان قليل جدا الكلام ويحب دايما انه يركز في شغله. نجح جدا مع الصفاقسي قادهم للدوري، ودلوقتي تولى مهمة المنتخب التونسي وعمل اول حوار للتلفزيون التونسي. تعالوا نشوف روت كرول قال ايه في التلفزيون التونسي عن مباراتي تونس، لانه هو مسك المهمه بس مباراتي تونس والكاميرون بجانب عمله في النادي الصفاقسي. ما ينفعش الخلاف بيننا يضيع مننا لو يوم. في واحد عايز التاني
عشان يسند عليه ويقول بكلمة صغيرة ممكن تداوي بينا أي خصام. اديني كارت موبيل بعشرة. كارت بعشرة؟ ادي يابا. هو في كده تشحن هوبا شحنتك تضاعف خمس مرات؟ راينا ابو عمو، غير انك هتنقل تفرم الاضعاف دي دقايق ولا مسجات ولا نت. نت لود ابلود داول لود. دلعها ولعها صح، دلعها ولعها. انا ماشي بقى وجايلك بالليل. المهم انها ما جاتش في الكارت. اصل مع موبينيلو بس هتختار هديتك، كل ما تشحن بعشرة او اكتر هتاخد خمس اضعاف شحنتك دقايق او رسائل او ميجا بايتس. اشحن وامسك الخشب. اهلا بكم ونحن نقدم حلقة جديدة من وجها لوجه. حال البلد قبل ان ينفرط العقد. المستفيد الوحيد من مهد في مصر اسرائيل والكارهين لمصر. لكبر قياداتنا اللي في الاتحادات الدولية. غني غني لا انا بغني غني غني وحيد دي مش انا. بقالنا 100 سنة أولمبية ما خدناش ميدالية حتى برونزية. هو عامل عاملة بتغرب مصر النهاردة من 40 ل 50 مليون جنيه. هو ليس قرار رياضي، مش ممكن هو يدير محترف. وجها لوجه. على نايل سبورت في الأوقات التالية. Important thing outside the field. I say always when you have no discipline outside the field, you don't have it in the field. And that I told my players by CSS the same when I was coming there. In the beginning it will be maybe a little bit hard for you. الانضباط مهم جدا خارج الميدان وداخله. في النادي الصفاقسي قلت للاعبين بأن الأمور ستبدو صعبة في البداية، لكن ذلك هو مفتاح النجاح، فلا تقدر على النجاح دون الانضباط، وهذا يمكن كامل الفريق من التجاوب ورد الفعل حتى في حالة الإرهاق. وعلينا أن نناضل ونحارب من أجل تحقيق أهدافنا. أريد أن يرى التونسيون فريقهم حتى لما تكون النتيجة سلبية فريقا مقاتلا. على لاعبينا اللاعبين التونسيين أن يدركوا أنها الفرصة الأخيرة للذهاب لنهائيات كأس العالم، وهذا أمر هام. شاركت في بطولتين كلاعب ومرة كمدرب لأقل من 22 سنة مع الأرجنتين. أنتم لا تتصورون ما قد تفرطوا فيه، فعلينا فعل المستحيل للتأهل. لو وحدنا جهودنا فإننا نقدر على ذلك. And a world champion is something. I have played 2 finals. ده كرول، شخصية متواضعة جدا، بتركز جدا في شغلها، وشخصية محترمة جدا، وعمل إنجازات مع الزمالك لما كان مسؤول، مع منتخب مصر الأولمبي لما فاز بالميدالية الذهبية تفتكروا في زيمبابوي، كان جيل مميز جدا. عمل إنجاز كمان لما راح جنوب أفريقيا وفاز بالدوري، وبعدين صفاقسي لما قادوا للفوز بالدوري. عايز أقول لحضراتكم أن مباراة تونس بتحظى باهتمام غير عادي. الجماعة التونسية والاتحاد التونسي قال احنا هنطبع 50,000 تذكرة للمباراة اللي هتقام في ملعب رادس. وكرول امبارح عمل مؤتمر إعلامي في إحدى الفنادق في مدينة جمارت أو في منطقة جمارت، وطلب من كل وسائل الإعلام ومن الكل أنه يتضافر
ويقف مع المنتخب التونسي، لانه كان في كده بعض المشاكل ما بين وزير الشباب والرياضه الكابتن طارق دياب مع الجامعه التونسيه ومع الاتحاد التونسي، فقال انا عايز الكل يبقى مع المنتخب التونسي. على الجانب الاخر المنتخب الكاميروني المدير الفني طلع ونفى شائعه ان سامويل ايتو اعتزل، او قال انا اقنعته او حصل كلام بيني وبينه، وان ايتو سيعود وموجود معانا في مباراتين اللي هنلعبه مع تونس سواء الذهاب او العوده. ده اعتقد يمكن كان من اهم الاخبار. عايز اقول لحضراتكم كمان انه مؤخرا جوزيه مورينو المدير الفني لتشيلسي اتكلم عن ايتو وقال ان انا فوجئت بمستواه، وده مش سامويل ايتو اللي انا شفته لا في تشيلسي لا في لما كان في انتر ميلان او في برشلونه، كان مستواه اعلى من كده بكتير، مش عارف ايه اللي حصل له. هو فعلا ايتو مستوى تراجع كثيرا جدا بعكس دروجبا اللي لسه في الصورة ولسه قادر على تغيير الموازين زي ما شفنا في لقاء بشكتاش مع جلطة سراي. وبالتالي إتو طبعا محتاج من الفريق التونسي رقابة والاهتمام به، لكن مش هتلاقوه بنفس الخطورة اللي كان موجود عليها قبل كده. آدي سامويل إتو لما كان بقى مميز جدا، ولما كان واحد من أهم نجوم في العالم وكان أغلى لاعب في العالم، لما تعاقد مع إنجل روسي خد أعلى راتب في العالم، كان 20 مليون يورو سنويا، كان أعلى من كمان راتب ميسي وكريستيانو رونالدو. ودلوقتي طبعا هو احنا عارفين راح تشيلسي بس غير موفق، والأربع مباريات اللي لعبهم جوزيه مورينهو يعني ما عجبوش الأداء. طبعا أتمنى التوفيق لمنتخب تونس، والمباراة لن تكون سهلة يعني، وإن كان الكاميرون أنا بشوف أنه ليس الكاميرون اللي كان موجود في مطلع الألفية طبعا اللي احنا فيها أو في قبل كده في التسعينيات، كان عنده أسماء رائعة جدا. المباراة هتبقى يوم 13 تونس والكاميرون، المباراة الأولى هتكون في تونس في الملعب الأولمبي بيرودز. هروح لفقرة أخرى وفريق آخر، فريق الجزائر. الجزائر هيلعب مع بوركينا فاسو، والمباراة تحددت الأولى هتبقى يوم السبت 12 أكتوبر. هو الاتحاد محدد الدولي من 11 ل 15 أكتوبر، فبوركينا فاسو هتلعب المباراة الساعة 6 مساء يوم السبت 12 أكتوبر. يبقى 12 أكتوبر هتكون مباراة بوركينا فاسو والجزائر. الملعب المباراة هتقام في مدينة واجادوجو، والملعب اسمه ملعب 4 أوت أو 4 أغسطس. وعايز اقول لحضراتكم انه الجزائر وبوركينا فاسو لعبوا مع بعض قبل كده ودي من حوالي 3 شهور، وانا شايف ان الجزائر فرصتها اعلى ان شاء الله بكتير من بوركينا. والمباراه دي انتهت 2-0 لصالح المنتخب الجزائري. هلال سوداني يسجل الهدف الاول من خطا قاتل لحارس بوركينا وخط الظهر، واسلام سليماني كمان سجل هدف تاني جميل يعني. وحيد خليل زيتش المدير الفني اختار 36 لاعب وبداوا معسكر الاعداد، وفي بعض الاسماء يعني ما اختارهاش، يعني قال انه يعني ممكن جدا يكونوا خارج خارج معسكر الاعداد لان هم مش موجودين بصفه دائمه مع الفرق بتاعتهم على المستوى العالمي. كتير جدا بيقولوا ان الجزائر فرصتها افضل وانه بوركينا خبرتها اقل، وانا اتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الجزائري ان شاء الله. والمنتخب البوركيني برضه على فكره من الفرق اللي اثبتت جدارتها، وشفناه في كاس الامم وشفناه في التصفيات يعني قبل بلاء حسنا، ويعني فريق مش سهل، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول ان هو في نفس قوه الفرق الكبيره، ما هوش مثلا في مستوى كوت ديفوار ولا غانا ولا نيجيريا، لا في فرق كبير قوي بينه وبين هذه الفرق. كاميرون مستواه تراجع بس عنده الخبره واللاعبين عنده بيلعبوا في بعض الاقطار الاوروبيه وعندهم الخبره، وعشان كده المباراه هتكون اصعب من مباراه الجزائر وبوركينا.